عبر الهاتف ينضم الينا دكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق بكليه الهندسه بجامعه بني سويف. دكتور عبد الله، اهلا وسهلا بحضرتك. ما هي المعايير او الاعتبارات الجديده التي بدات تنتهجها الدوله في توسعه الطرق او رفع كفاءتها؟ اتحدث عن الطرق القائمه بالفعل للطرق التي استحدثتها الدوله مؤخرا. في البدايه خلينا نرحب بحضرتك بالمشاهدين الكرام، وخلينا نقول ان ما يحدث في مصر في مجال النقل هي طفره غير مسبوقه على مدار تاريخ الدوله المصريه بالكامل، وان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وليه مسؤوليه في 2014 كان الاتجاه اللي هو للتطوير والبناء في مجال النقل كاحد الركائز الاساسيه لعمليه التنميه. ابجديات اي تنميه في اي مكان هو وجود شبكه نقل قويه، فتم مضاعفه حجم شبكه الطرق اضعاف اضعاف ما كانت عليه، بالاضافه الى عمل تطوير وتوسعه ورفع كفاءه للمحاور القائمه لاكبر قدر ممكن لتحقيق اكبر قدر من السيوله المروريه وتقليل الكثافات المروريه الموجوده وتقليل التلوث وتقليل ازمنه الانتقال الاقل ما يمكن. نيجي للجزئيه اللي حضرتك تفضلت بيها واللي على راسها الطريق الدائري واللي احنا بنقول ان هو طوله 106 كيلو، بدا العمل فيه سنه 86 على عده مراحل، تم الانتهاء اخر مرحله فيه سنه 2005 بطول 106 كيلو زي ما قلنا، كان حارتين يتبع وزاره النقل وتتبع وزاره الاسكان، ثم تم نقل ملكيه وزاره النقل اللي تم تطوير الطريق لاضافه على ثلاث لاربع حارات على الطريق. بيتم حاليا تطوير الطريق بالكامل ويعتبر انشاء طريق جديد، لان سوف يتم اضافه عدد حارات قد عدد الحارات اللي كانت قائمه فيه ليصل الى سبع حارات في كتير من المناطق وثمانيه في الجزء الخاص عند محور المهيب، بالاضافه لانهاء كافه العشوائيات من مواقف عشوائيه على الطريق وانهاء كافه الورش العشوائيه اسفل الطريق الدائري، بالاضافه لتزويد الطريق بوسائل بحاره خدمه مخصوص لحركه نقل صديق البيئه وهو الاتوبيس الترددي البي ار تي اللي هيعمل على الربط بين الطريق الدائري ومطار القاهره ومحطه عدلي منصور بطريقه او بوسيله نقل صديقه للبيئه حديثه تواكب وسائل النقل الحديثه على مستوى العالم، بالاضافه لتزويد الطريق بمنظومه النقل الذكي اللي هي الاي تي اس اللي هتعلي الاستفاده من النقل وتقليل الاوقات بشكل كبير وبتساعد على تقليل الحوادث، وحاره الخدمه اللي احنا قلنا عليها دي هتبقى خاصه بالاتوبيس الترددي اللي هو البي ار تي، بالاضافه لحركه الاسعاف والمطافي والدفاع المدني اللي هتبقى موجوده على الطريق. فاصل حركه الخدمه. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يذكر المصريين دوما بان استحداث الجديد، انشاء المشروع الجديد سواء كان طريق او مشروع سكني او محاور او غيرها، أسهل وأيسر وربما أقل كلفة من تطوير القائم بالفعل، لأننا سنتعامل مع محددات قائمة وثابتة مع تشوهات عرفها الزمن على مدار السنوات وربما العقود. توسعة الطريق الدائري وصولا إلى مضاعفته كما ذكرت حضرتك من أربع حارات إلى سبع حارات في كل اتجاه، من الناحية الهندسية كيف يمكن التعامل مع تحدي قائم بهذا الشكل؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت انشاء جديد ده اسهل بكتير جدا من حضرتك تبدا تتعامل مع طريق قائم، لان بيبقى فيه معطيات مختلفه عن المعطيات اللي بدا بيها هذا الطريق. خلينا نشوف او نقول ان الفتره اللي كانت بعد 25 يناير كان في كم عشوائيات غير عادي حصل على حرم الطريق من منشآت وغيره، بيتم التعامل معاها حاليا بعمل توسعه وازاله لهذه المنشآت اللي كانت مخالفه وكانت متعديه على حرم الطريق، بالاضافه لوجود شبكه مرافق كبيره جدا اسفل الطريق من ميه لغاز لكهرباء لكابلات كهرباء لتليفونات. كل ده بيتم التنسيق بين كافه هيئات الدوله وفي تناغم شديد بيتم بين هذه الهيئات مع بعضها البعض لانهاء المشروع في برامج زمنيه غير مسبوقه. يعني احنا بنقول الطريق الدائري بدا سنه 86 تم تسليم اخر مرحله في 2005، احنا النهارده بنتكلم على تطوير دائري هيخلص في اقل من سنتين، فده طبعا يعني فتره زمنيه غير مسبوقه العمل بيجري فيها على عمل على قدم وساق. تم الربط الطريق الدائري مع مجموعه محاور عرضيه لتسهيل كمان الحركه عليه من الدخول لقلب العاصمه القاهره الى اللي هو العاصمه القديمه من خلال محور الملك سلمان، محور الحضارات، محور الفردوس، شينزو ابي، مجموعه من المحاور العرضيه اللي هيتم الربط للدخول لداخل المدينه برضه بعروض كبيره تسمح على تسهيل الحركه وتقليل الكثافات المروريه وتقليل ازمه الانتقال. كل ده من شانه، كل دي عوامل بيتم التعامل او معطيات بيتم التعامل معاها بشكل والطريق بيعمل. يعني تحرك ما وقفش الحركه على الطريق، نعم. يعني انت بتكمل انشاء والتجديد والحركه قائمه، بالاضافه للتعامل مع كافه المرافق الموجوده، بالاضافه للتعامل مع العشوائيات اللي موجوده على جميع الطريق، بالاضافه لثقافات تراكمت فترات طويله في التعامل مع الطريق من مواقف عشوائيه وورش عشوائيه اسفل الطريق، كل ده بيتم تطويره، فده لازم ياخد وقت على ما يتم الانتهاء منه، وبيتم التعامل معاه بثقافه جديده، لابد من التعامل معاه بهذه الثقافه واحترام القواعد المروريه اللي بيتم العمل على انهائها بحيث ان يتم العمل على الطريق بكامل. دكتور عبد الله والزملاء يعرضوا للقطات من بعض من الشيء اليسير مما نفذ في قطاع الطرق والكباري والانشاءات فيما يشبه الاعجاز، تقريبا شقه الجبال شقا
حتى يتمكن المصريون من المضي قدما في مشروعات مرتبطة بالطرق والكباري بهذه الصورة البديعة التي لم يكن يخطر ببال مصري أن تحظى مصر في زمن قصير بها. على أي حال، رئيس عبد الفتاح السيسي في جولات تفقدية عدة لمشروعات مرتبطة بالطرق ومن بينها مشروعات توسعة الطريق الدائري، كان يتحدث مع بعض القائمين على التنفيذ بضرورة النظر بعين الاعتبار في منازل الطريق الدائري التي كثيرا ما كانت مصدر ضيق شديد، 4 أو 3 حارات تنتهي بها الأمر في حارة واحدة، ما كان يعرف بعنق الزجاجة ربما، وأن يؤخذ بعين الاعتبار توسعة هذه المنازل هندسيا أيضا. كيف يمكن أن تراعى مسألة بهذا الشكل مع 7 حارات في كل اتجاه تقريبا؟ هو دي برضه من ضمن الحاجات اللي بتحرك المعطيات اللي بيتم التعامل معاها في الوقت الحالي بصعوبه شديده، لان انت بتبدا توسعه مش فقط على المسار بتاع الطريق، ولكن بيتم الربط مع طرق كتيره زي ما حضرتك تفضلت، لابد من عمل توسعه ليها عشان تسهل الحركه من والى الدائري، بالاضافه لانشاء محاور جديده يتم الربط معاها بحيث انها تسهل الدخول لقلب العاصمه القديمه اللي هي القاهره من خلال عده المحاور اللي ذكرتها لحضرتك، اللي هو زي محور الملك سلمان والبردوس والحضارات وشيخ زابي وغيرها من المحاور العديده الجديده، بالاضافه لتوسعه المنازل القائمه عند حركة نزله الاستراد، عندك كافه المنازل والمطالع بتاع الطريق الدائري بيتم التعامل معاها بحيث ان ما تسببش اي اختناقات على الطريق الدائري، وزي ما حضرتك تفضلت اللي بيحدث في مصر هو ظاهره غير مسبوقه وطفره غير مسبوقه ولم تحدث على تاريخ مصر ولم تحدث في اي منطقه بهذا الشكل في هذا الوقت، وخلينا نقول ده مش كلامنا احنا كمصريين ولكن ده شهاده عالميه، تم تطوير ونقل كفاءه الطرق المصريه من المركز 118 لمركز 28، قفزه 90 مركز مره واحده، وان شاء الله من المخطط تكون من افضل 10 دول زي على مجال كفاءه الطرق ان شاء الله في 2030، ده المستهدف بالنسبه لنا وبالنسبه للدوله المصريه، فخلينا نقول احنا ماشيين في طريق لينا هدف ان شاء الله بيتحقق بجهود القياده السياسيه الواعيه الامينه اللي بتعمل وعينها على المستقبل بشكل كبير، والتفاف كافه ابناء الدوله المصريه حول القياده السياسيه واصرارهم على البناء والتعوير لتحويل الدوله المصريه بالفعل اللي بدانا خلاص نجني ثمارها لدوله عصريه حديثه بمفاهيم جديده ومتطوره. دكتور عبد الله، الرئيس السيسي له اشارات متعدده في فكره ان ما كان يحدث قديما ببعض اشكال العوار ببعض مستويات التشوهات التي ربما تكون هزاتها الارتدادية ممتدة معنا إلى هذه اللحظة، يقول أننا عندما ننفذ في هذه المرحلة ننفذ بالصورة التي يتابعها المصريون ويروها رأي عين في مسألة المعايير، معايير استدامة كفاءة الطريق، لأن تجربة الطريق الدائري بقدر ما كان فيها إيجابيات لكنها على المستوى البعيد بدأ أن فيها بعض الملاحظات فيما يخص استدامة الاستفادة من هذا الطريق. ما المعايير الهندسية التي توضع لتنفيذ مشروعات بهذا الشكل؟ أتحدث أيضا عن تطوير ورفع كفاءة القائم كالطريق الدائري. خلينا ناكد ان طبقا لتوجيهات صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان من اهم اولويات الدوله المصريه هو العمل على الحلول الجذريه وليست المسكنات كما يتم في السابق، ادخال كافه ما هو حديث ومفيد في مجال تكنولوجيا البناء بشكل عام ومجال النقل بشكل خاص، عند حضرتك دايما سياده الرئيس بيتابع، ودي في ظاهره غير مسبوقه لم تحدث من قبل ولم تحدث في اي مكان اخر، وجود سياده الرئيس بشكل دائم في وسط ابنائه للاطلاع على اخر المستجدات وعرض الطرق الفنيه اللي بيتم بها العمل من تركيب مثل يعني على سبيل المثال الكاميرات الضخمه اللي بيتم عملها على الطريق الدائري لمرور طرق من فوق الطريق الدائري وكيفيه التغلب على المشاكل واعلان ده في كثير من المؤتمرات اللي بيتم، وكلنا شفنا في اثناء محور التعمير في العيد وسياده الرئيس كان متواجد اثناء العيد في هذا الاشراف على طريق على محور التعمير في الاسكندريه ومناشد كيفيه التغلب على صعوبه وعوره الارض هناك وكيفيه التغلب عليها وانشاء طريق ونشوف وكان بيتابع الهبوط اللي هيحصل على مدى قد ايه وكيفيه التعامل معاه ومراقبته. صحيح. الكلام ده مش بيحصل غير على الملأ وقدام الناس كلها، فسياده الرئيس دايما بيوجه باستخدام احدث التكنولوجيا. صحيح. وتطبيق الحلول الجذريه لاي مشاكل مطلوبه ايا كانت تكلفتها، وبيتم ضخ يعني خلينا نقول ميزانيات غير مسبوقه لانهاء المشروعات على اكمل وجه ممكن طبقا ميزانيات موازيه كذلك لاعمال الصيانه ورفع الكفاءه الدوريه. دكتور عبد الله ابو خضره استاذ الطرق بكليه الهندسه جامعه بني سويف منضما الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.